السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلاب الصف الثاني الابتدائي في درس جديد من دروس اللغة العربية. درس اليوم بعنوان الأنماط اللغوية أسماء الإشارة، صفحة 27 من الوحدة الأولى، أتعلم مهارات جديدة. فهل أنتم جاهزون؟ هيا بنا إذن لنبدأ. سنتعلم من خلال درسنا لهذا اليوم توظيف النمط اللغوي أسماء الإشارة توظيفاً صحيحاً. مستعدون لكي نبدأ؟ لننطلق إذن. والآن يا أبنائي، انظروا معي لنشاهد هذه الصورة الجميلة. ماذا نرى؟ فكروا قليلاً. ما هذا الشيء الجميل؟ فكرتم؟ وما هذا أيضاً؟ صار عندي صورتان. ما الفرق بينهما؟ تريدون أن تعرفوا؟ إذن تابعوني اليوم حتى نكتشف هذه الأمور سوياً. في الصورة الأولى عندي صورة كتاب. كتاب، وقد أشرنا إليها باستخدام هذا. هذا، إذن صار عندي هذا كتاب. هل تتذكرون هذا من قبل؟ لقد أخذناها. نعم، أحسنتم، إنه اسم الإشارة هذا. هذا الذي يساعدنا في الإشارة إلى الأشياء. إذن هذا، هذا كتاب. أنتم رائعون. أما الصورة الثانية فهي صورة دمية. دمية، ودمية تدل على المؤنث. ماذا أستخدم معها إذن؟ فكروا. أحسنتم، أقول هذه دمية. هذه، إذن للمؤنث قلت هذه، أما للمذكر فقد استخدمت هذا. إذن يا أبنائي، تعلمنا أن هذا، هذا اسم الإشارة هذا يشير دائما إلى المذكر الواحد، المذكر الواحد. أما هذه فتشير إلى المؤنث الواحد أيضا. الواحد، هذه للمؤنث وهذا للمذكر. نتابع صور أخرى. الآن هنا عندي مجموعة من الصور، أريدكم أن تروها معي. ولكن كيف؟ من خلال فتح الكتاب المدرسي صفحة 27. إذن افتحوا كتبكم صفحة 27، التدريب الثاني. جاهزون؟ هل فتحتم الكتب؟ لنقرأ رأس السؤال إذن. أقرأ وألاحظ الكلمات الملونة. عندي مجموعة من الكلمات، منها هذا وهذه، هذان، هاتان، هؤلاء وهؤلاء أيضا، هذه وهذه. مجموعة من الكلمات، اليوم سنكتشف سوياً متى نستخدمها. متى أستخدم هذا ومتى أستخدم هذه؟ متى أستخدم هذان ومتى هاتان؟ كل هذه الأشياء سنعرفها من خلال حصة اليوم. مستعدون؟ هل الكتب مفتوحة؟ هيا بنا إذن. في هذه الصورة ماذا نرى؟ فكروا. أحسنتم، إنه طبيب. لقد أشرنا إليه. بماذا أشرنا إليه؟ باستخدام ماذا؟ أشرنا إليه باستخدام أي اسم إشارة؟ فكروا. أحسنتم، هذا.
هذا لأنه دل على مذكر مفرد. مذكر مفرد. رائعون. صورة أخرى. وهذه الجميلة من هي؟ من يا ترى؟ لنقرأ سويا. إنها المعلمة النشيطة. إنها معلمة. وإذا كنت أريد أن أشير إليها، كيف أشير؟ هل أقول يا طلابي هذا معلمة؟ يعقل؟ هل أقول هذا معلمة؟ بالتأكيد لا يا معلمتي، لقد تعرفنا سابقا أن المؤنث أشير إليه باستخدام اسم الإشارة هذا. رائع. هذا، إذن هذه معلمة لأنها دلت على مؤنث مفرد. واضحة؟ إذن استخدمنا هذا للمذكر المفرد وهذه للمؤنث المفرد. جاهزون لأمور أخرى؟ هيا بنا إذن. ماذا حصل عندي؟ صار عندي 1 2، صار عندي طبيبان. طبيبان 2. ماذا أستخدم يا ترى؟ أريد أن أشير إليهما، ماذا أقول؟ فكروا. هل أقول هذا طبيبان؟ بالتأكيد لا، لقد تعلمنا أن اسم الإشارة هذا فقط أستخدمه للمذكر المفرد. أما هنا عندي طبيبان، ماذا أقول؟ فكرتم؟ فكرتم معي؟ أحسنتم، أقول هذان طبيبان. هذان لأن اسم الإشارة هذان. رددوا معي. هذان أستخدمها للمذكر المثنى، والمثنى يا طلابي هو ما دل على 2. انظروا معي. 1 2، 1 2. إذن المثنى هو ما دل على 2. انظروا معي هنا، ما هذا الشيء الجميل؟ إنه أرنب، صحيح؟ وصديقه أيضا أرنوب. صار عندي أرنبان، ماذا أقول؟ هل أقول هذا أرنبان؟ أيعقل هذا يا أبنائي؟ بالتأكيد لا، أقول هذان أرنبان. هذان لأنهما 2. هذان أرنبان. وهذا رائع، مثلكم. نتابع سويا. انظروا. 1 2، 1 2. أريد أن أشير إليهما، هما 2. ماذا أقول؟ فكروا. هل أقول هذان معلمتان؟ هذان؟ طبعا لا، لأن هذان فقط للمثنى المذكر، وأنا عندي هنا مؤنث. مؤنث معلمة وصديقتها، إذن 2. فماذا أقول لهما يا ترى؟ نفكر. أحسنتم، هذا رائع. هاتان، هاتان. إذن هاتان معلمتان. إذن يا أبنائي، لقد استخدمنا هذان للمذكر المثنى. مذكر مثنى، استخدمنا هذان. أما للمؤنث المثنى، وهو ما دل على 2، المؤنث المثنى، استخدمنا هاتان. هاتان، إذن هذان للمذكر مذكر المثنى، وهاتان للمؤنث المثنى. وأنتم مبدعون أيضا. نكمل.
الآن جاء الطبيب وأحضر أصدقاءه معه. كم طبيب صار عندي؟ هيا بنا. 1، 2، 3. 3 أطباء. ماذا أستخدم يا ترى؟ فكروا، أنتم تعرفون، لقد أخذتموها من قبل. ماذا أقول؟ أقول أحسنتم، هؤلاء، وهو ما دل على الجمع. وهنا يا أبنائي لا نختلف إذا كان مذكرا أو مؤنث. هؤلاء أستخدمها للجميع، مذكرا ومؤنثا أيضا. فعندي هنا 3 أطباء، استخدمت هؤلاء. وفي الصورة التالية عندي أيضا 3 معلمات. ماذا أستخدم؟ أحسنتم، نفس اسم الإشارة، هؤلاء معلمات، هؤلاء أطباء، وهؤلاء معلمات. إذن يا أبنائي اسم الإشارة هؤلاء أستخدمها للجمع المذكر وللجمع المؤنث أيضا. اتفقنا؟ اتفقنا يا معلمتي، بارك الله فيكم. نكمل والآن ومع صورة جديدة، فهل أنتم جاهزون معي؟ هيا بنا إذن. ماذا نرى في الصورة هنا؟ أكواب، نعم، 3 أكواب. إذن ماذا أستخدم هنا يا ترى؟ أريد أن أشير إليها. بماذا؟ بداية أريد أن أقول لكم شيئا يا أبنائي. الأشياء، الجماد، الغير إنسان، لا أستخدم معها هؤلاء أيضا. أشير إليها باسم الإشارة هذه. أحسنتم، إذن أقول هذه أكواب لأنها من الجماد، لأنها غير إنسان. رائعون. إذن تعلمنا أن هذا يشير إلى المذكر المفرد، أما هذا فتشير إلى المؤنث المفرد أيضا، وهذان للمذكر المثنى، هاتان للمؤنث المثنى، أما هؤلاء فهي تشير إلى الجمع، وهؤلاء تشير أيضا إلى الجمع إن كان مذكرا أم مؤنثا. واضحة؟ الآن يا أبنائي حان وقت اللعب، جاهزون معي؟ هيا بنا إذن. عندي أسماء الإشارة هنا، هذه، هؤلاء، هذا، وهذان، وهاتان. أريد أن أبدأ اللعب معكم باستخدام الصورة المناسبة. إذن سأستخدم اسم الإشارة المناسب للصورة. جاهزون؟ هيا بنا إذن. الصورة الأولى، عندي كلمة هذه. هذه ماذا أقول؟ أحسنتم، هذه بنت، هذا رائع. وهنا عندي هذا، ماذا أقول؟ هذا ولد، رائع. أما الصورة التالية فهي صورة أقلام، ماذا أقول؟ هذا أم هؤلاء؟ هذه. أحسنتم، أقول هذه أقلام. أما هنا فعندي ولدان وأقول هذان، رائع. الصورة التالية لفتاتين فأقول ماذا؟ فكروا، هاتان، هذا رائع. أما الصورة الأخيرة فهي إذن لهؤلاء، لأنها دلت على مجموعة من الأشخاص. هذا رائع، وأنتم رائعون كذلك يا أبنائي. إذن بهذا يا أبنائي نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم، واستذكرنا سويا أسماء الإشارة، هذا، هذه، هذان، وهاتان، وهؤلاء.
والآن جاء دوركم، عليكم الإجابة على السؤال الثالث في الكتاب المدرسي صفحة 27. إلى هنا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. أراكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية. إلى اللقاء.